يتشارك المصريون والفلسطينيون معا أجواء فرحة العيد في مدينة العريش. وأدى المصريون والفلسطينيون سويا صلاة العيد، أعقب ذلك عرض مصري فلسطيني بأزياء سيناوية بهدف نشر البهجة والسعادة بين قاطني مساكن السبيل بمدينة العريش. ابتسامة وفرحة مرسومة على الوجوه تخفي ألما دفينا بالفرقة عن الأهل وضياع الأرض، لكن عيد الفطر المبارك يأتي هذا العام ليحتفل به المصريون والفلسطينيون سويا بصبغة مصرية فلسطينية ليتشاركوا معا أجواء فرحة العيد. احنا موجودين حاليا في منطقة طيبة اسمها منطقة السبيل، وهي طبعا سبيل لكل عابر للطريق، وكان الإخوة الفلسطينيين هم موجودين حاليا في اتخصصت لهم منازل او شقق في هذا المكان وموجودين فيه، وانا تعمدت ان احنا نصلي كلنا صلاة العيد فلسطينيين ومصريين وكل الفئات، صلينا صلاة العيد. اهلا وسهلا بيهم وبنرحب بيهم، واحنا مصر طول عمرها في ظهر الدولة الفلسطينية، وان شاء الله هتفضل في ظهرها لغاية ما تتحل المشكلة الفلسطينية. احلى يوم ده عشان اخواتنا موجودين في مصر، وانا عايزة اخليهم يحرروا اخواتنا في فلسطين، هو اخويا هناك. والله العيد في مصر كويس والحياة جميلة يعني، واحنا من الصبح مبسوطين وبنلعب وبنجري. ترى الجمعة من اطفال وكبار، رجال ونساء، يتشاركون فرحة العيد بتوزيع ألعاب للأطفال فور الانتهاء من الصلاة. تبعها بعد ذلك عرض مصري فلسطيني بأزياء سيناوية بهدف نشر البهجة والسعادة بين قاطني مساكن السبيل بمدينة العريش. رحنا طبعا جمعية الفيروز، استقبلتنا أحلى استقبال، وجينا على هنا على المكان هذا وقعدنا هان وانبسطنا وجابوا ألعاب ووزع وشاركنا في الحفلة، وطبعا المصريين طيبين كتير واستقبلونا أحلى استقبال. النهاردة كان يوم حلو، وأكتر حاجة حبيناها لما هم وزعوا بلالين وفرحوا أطفال فلسطين. النهاردة أحلى يوم عشان كلنا مع بعض وفرحنا فلسطين، وكنا كلنا مع بعض فرحانين. والله هو شعور لا يوصف، يعني ان انا بحكي لك قلوب مليانه بالحزن الحمد لله، بس النصر قريب ان شاء الله وربنا ينصرنا عليهم يا ربي، وربنا مش هيخذلنا يعني، الحمد لله احنا راكنين على ربنا في الامور هذه. يدخل العيد ويدخل معه الامل بالوصول لوقف اطلاق نار مستدام، وهذا ما تسعى إليه مصر بمجهودات لا تتوقف من أجل دعم القضية الفلسطينية بكل أدواتها الدبلوماسية والسياسية والإنسانية. ويبقى معبر رفح البري شاهدا على ملحمة مصرية عنوانها إغاثة الشعب الفلسطيني. هكذا شارك المصريون الأشقاء الفلسطينيين فرحتهم بعيد الفطر المبارك بمدينة العريش، لكن الفرحة لم تكتمل بعد، فلقاء الأحبة من أهل وأصدقاء على أرض محررة هو الفرحة والعيد حقا. كريم بيبرس من مدينة العريش، التلفزيون المصري.